أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما معلوماتية تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة. كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه، حيث زادت الاستثمارات العامة للبترول بنسبة 85.8% مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021-2022 مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013-2014. كما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2% حيث بلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021-2022 مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013-2014.